هي فرصة جيدة للتعريف بالمنتجات التونسية وكذلك للتعرف على المنتجات الجزائرية وربط علاقات شراكة وتعاون مع أولا الشركات الجزائرية وكذلك الشركات الأفريقية المشاركة في هذا الصدد. لسادا سي ان اوبورتونيتي كي aujourd'hui à travers la participation que je constate de tous les pays africains présage d'un bon avenir quant à le partenariat entre les différents partenaires économiques africains.